فرحت جدا بكلمة لشيخ الأزهر، نسأل الله أن يوفقه لمزيد من هذه الكلمات، عندما قال حقوق الإنسان بالمفهوم الغربي تدمير للعباد والمجتمعات. ده كلام منشور في الجرائد الرسمية والمواقع الرسمية، كلمة فعلا حقوق الإنسان، والله لا يراعون الحقوق ولا يراعون حرمات، وإنما يستعملون هذه الألفاظ وهم الذين أسفكون الدماء. وإلا فأخبرونا، عندما يقولون الإسلام انتشر بحد السيف، عدوا من قتل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وغزواته كلها في إقامة دولة الإسلام الأولى، من قتل من المسلمين والكافرين لو يعني تجاوز 1200 يكون لكم الكلام، أما حضارتكم فأبادت شعبا بأكمله، أسوأ من يتكلم في الحقوق، من يضيع الحقوق، لا يمكن أن يقبل ذلك. شعب الهنود الحمر بأكمله أصبح هناك بقايا فقط، عليه قامت حضارة أمريكا. وأما في أوروبا فكرة نشأت في ذهن هتلر الذي كان شعار حملته الصليب المعقوف، أن الجنس الآري لابد أن يسود العالم، من أجل ذلك قتل 65 مليونا من البشر غير الذين ماتوا بعد ذلك في الحرب العالمية الثانية، من أجل فكرة غبية. تدرون حقوق الإنسان التي يتكلمون عنها؟ إيطاليا كم قتلت في ليبيا المسكينة قبل أن تكسر بفضل الله عز وجل في الحرب العالمية الثانية، قتلت من بعد عمر المختار، مقتل عمر المختار وانكسار المقاومة الليبية إلى سنة 39، بداية الحرب العالمية الثانية من سنة 31 ل39 قتل 750,000 ليبي، يمثلون 50% من الشعب، مع شدة الإذلال لهذا الشعب. تاريخ أتمنى من الإخوة أن يقرؤوه ليعرفوا كيف فرضت علينا هذه النخبة في يوم من الأيام، كيف فرض علينا ذلك بالقهر الفظيع، وأوروبا كلها تتفرج، لا يوجد أحد، لأن فرنسا داعمة الحرية قتلت مثل ذلك، قتلت 1,000,000 جزائري في حرب قبل أن تتحرر، ولم تتحرر، إنما وضعت نخبة فرنسية الفكر والعقيدة على رأس المجتمع الجزائري بعد الثورة. 1,000,000 شهيد قتلوا في الجزائر، لذلك ليس عجيبا أن يقتل نصف الشعب الليبي. والشعب السوري يعني فرض عليه فرضا أن تكون الطائفة العلوية التي لا تمثل إلا أقل من نحو 5% من الشعب، يفرض على الشعب السوري أن تكون هي القاهرة له بالحديد والنار، وكل يوم تسفك دماء، والعالم ما زال يتفرج، والعالم ما زال يستنكر فقط بالبيانات. وقتل في حرب القذافي مع الليبيين، مع شعبه، نحو 50 ألفا زيادة على المفقودين والمجروحين، 50,000 إنسان يقتلون في عدة أشهر فقط، لأجل أن تظل الأفكار الموالية لأعداء الإسلام باقية جاثمة علينا، نسأل الله العافية. لا تظنوا أن الغرب هو الذي يتبرأ من هؤلاء، الغرب مصالحه في بقاء هذه الأنظمة المستبدة، صديقتهم على الدوام، أعوان اليهود في الحقيقة، الكل يعلم. أنا ما أنسى صوت أنور السادات عندما لاموا عليه وشدوا وأنكروا عليه في جنب ديفيد، فخرج يقول للعالم قصته مع حافظ الأسد زعيم الطائفة العلوية ليعرف حقيقة الأمر. بيقول أنا رحت للملك فيصل وقلت له إحنا هنعمل حرب مع سوريا ضد إسرائيل علشان يبقى فيه تنسيق ونحو ذلك، فقال له إزاي تحط إيدك في إيد حافظ الأسد ده علوي؟ قال له معلش جلالة الملك إحنا مش بنتكلم دلوقتي على الطوائف ونحو ذلك. فبيقول أصلا مع إنه يعلم أنه عندما كان هذا الرجل في الدفاع في وزارة الدفاع في حرب 67 سلمت الجولان لإسرائيل دون أن تطلق طلقة واحدة،
صوت أنور السادات وهو بيقول كل المدارس العسكرية في العالم عارفة إن الجولان اتباعت وإنه أعلن سقوطها قبل أن يدخلها جندي إسرائيلي واحد وقبل أن تطلق إسرائيل طلقة واحدة. وأخبرني أحد أبناء الجولان أنه كان طفلا صغيرا في حرب 67 وأنه إنما أعلن سقوط الجولان ولا يوجد يهود أصلا، وإنما جاء اليهود بعد أسبوعين لتهجير الطوائف السنية، الطائفة السنية لتهجير المسلمين السنة وإبقاء الدروز وغيرهم من الملل الأخرى في الجولان، وهاجروا وراحوا إلى بعض دول الخليج. هذه مؤامرة الطائفة العلوية التي تمسك بزمام الأمور في وزارة الدفاع السورية، في وزارة الحرب، وبعد ذلك إلى الآن كلهم عملاء. الغرب هو الذي أشرف على سفك الدماء في حرب إقامة دولة إسرائيل في حرب 48 والمجازر التي سبقت ذلك. بعد ذلك تقولون الإسلام يقوم بحد السيف، شيء عجيب والله. لذلك أقول نريد قوة في الفهم، ندرك حقيقة واقعنا ومجتمعاتنا وتاريخنا لنعرف من نختار بعد ذلك، من يريد لنا أن ندور في فلك الغرب وأن يأتي لنا بمفاهيم الغرب صراحة لا يداريها ويزعم بعد ذلك استغلالا لجهل الكثيرين أنها لا تخالف الدين. الليبرالية لا تخالف الدين، لابد أن تكون مقيدة. الحرية لا تقيد بحرية الآخرين ولكن تقيد بشرع الله سبحانه وتعالى. ليس من حق إنسان أن يطعن في الدين ويزعم أن هذا الإسلام دين باطل مثلا، أو يقدح في القرآن أو يقدح في آيات القرآن أو يقدح في عقائد أهل الإسلام.